أستاذ عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، أستاذ عادل كيف ترون هذا القرار؟ طبعا هو القرار ده تأخر كثيرا أستاذة لميس. احنا طبعا رحبنا جدا بهذا القرار، وعايز أقول لحضرتك من ساعة ما بذلت المجهود الجبار مع الوزيرة السفيرة نهى جندي في هذا الملف، وجولاتها المكوكية ما بين معالي وزير المالية والجهات المعنية، ويمكن كان من ضمن طلباتنا في مداخلة لحضرتك هو إعفاء المصريين في الخارج، وحضرتك كنت مأيدة هذه الفكرة. هو طبعا أنا عايز أقول لحضرتك من وقتنا هذا، من ساعة ما طلع القرار أصبح المصريين وخصوصا يا أستاذة لميس الشريحة الكبيرة اللي هتستفيد بهذا الموضوع هو المصريين المقيمين بدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. فورا فور صدور هذا القرار وإن شاء الله يصدق من قبل الجهة التشريعية وهو مجلس النواب المصري خلال الأيام القليلة القادمة، بدأت الناس المصريين المقيمين معانا في دول الخليج في حجز أنواع معينة من السيارات، وكمان هنشوف ال 4700 سي سي يا أستاذ نميل. يعني اوريدي ابتديتوا تحجزوا، يعني انتوا اوريدي ابتديتوا تحجزوا في التوكيلات وفي موزعي السيارات في المملكة السعودية مثلا. ده كلام مظبوط جدا جدا، وبرضو الفئات العالية جدا من السيارات زي الأستاذ اللي كان مع حضرتك من ثواني، هيبقى فيه عرض لأحدث السيارات على مستوى العالم. حضرتك هتقولي لي ليه؟ لأن أنا كرجل أعمال مقيم في أحد دول الخليج ممكن أجيب سيارة جمركها 3 مليون جنيه، يعادل يعني 3 مليون جنيه، ما أنا ممكن أركنهم لمدة 5 سنوات في سبيل أنا هوفر ال 3 مليون جنيه. طبعاً ده طبعاً ده كمثال. أنت كده جايبها بنص الثمن، يعني مبدئياً أيوة كده أنت كده جايبها بنص الثمن وبتفيد البلد كمان. ده تمام، أنا وجهة نظري المحدودة ده هيأثر بصورة إيجابية على ارتفاع أسعار السيارات داخل مصرنا الحبيبة، وهيبقى في انخفاض، وإحنا بنطالب من زمان يا أستاذة لميس إن يرحمونا شوية أصحاب الوكالات وأصحاب السيارات إن هم يخفوا لنا الأسعار شوية. ده هيكون ليه أثر إيجابي على المستهلك داخل مصرنا الحبيبة، أيضا هيكون له أثر على البنك المركزي المصري في توفير العملة النقد الأجنبي داخل البنك المصري. هل ليكوا مطالب يا أستاذ عادل؟ هل ليكوا أي بما أن لسه اللائحة التنفيذية ما طلعتش، هل ليكوا أي مطالب؟ هو المطالب ما زدتش كتير عن اللي كل الناس بتطلبه، ألا وهي مهلة ال4 شهور مش كافية يا أستاذة لميس. احنا بنطالب إن هو يبقى أكتر من كده، لكن في حاجة جميلة أوي في موضوع ال4 شهور، ألا وهي إن أنا بإمكاني أحجز سيارة دلوقتي وأقدر استلمها بعد سنة، يعني المهلة مش لأربع شهور فقط، لا أنا ممكن أدفع الجمرك دلوقتي ويتم إيداع الوديعة في أحد البنوك المصرية، لكن أقدر استخدم السيارة بعد سنة. دي ميزة كبيرة جدا جدا، صح. زائد إن هيستفيد طبقة كبيرة جدا من الـ 1600 سي سي، بدون ما نذكر أنواع السيارات، ودي السيارات الشعبية اللي احنا كلنا بنستخدمها في مصرنا الحبيبة. انا شايف قرار رائع، وكان مطلب اساسي طبعا، كان مطلب اساسي للمصريين في الخارج. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا استاذ عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج. اسئله كتيره، لكن ده فعلا قضيه بتهم مصريين كتير جدا جوه وبره، وهياثر على سوق العربيات، وممكن يعمل وفره في يعني زياده في المعروض، فيقلل السعر شويه ويعمل ركود للعربيات اللي موجوده ومركونه واسعارها تضحك، سواء مستعمل او زيرو، الاسعار بقت بتضحك فعلا.